تقلماني عادي ما نص البلد هيك. نفس الوقت I have many projects صراحة top priority. مسلسل كتير حلو صراحة. كعروسة لبست فستان جولد أنا. كل حدا بيستاهل ياخد الجائزة. بقلكن I love you both One TV and MTV. Thank you. حطينا على وان فيديو كتير مهضوم أنت وخطيبة. إيه إيه إيه. إنه بحبك وبكرهك وبعاد وشو. لا هيدي غنية إليسا شو بك. بعرف بس أنت مقتنعة فيها. لك أنا بحب هالغنية لأنه أكتر غنية فيها تناقض بالعالم. انت اسمعي لها كلماتك تضحكي يعني بدك تبكي وتضحكي بنفس الوقت أم لما قلت له يا اللي مالي عادي ما نص البلد هيك. نادين لكم سنه خطبين وشو ما رح تتجوزوا ما في مصاري شو الاسباب ليه مستعجلين علي حابين اشوفك استان ابيض لا انا بدي اخذ وقتي انا ان شاء الله بخطب 20 سنه هيدا انتوا تعبانين ولا انا تعبانه بالعلاقه بتعرفي بدنا نشوف كيف بدك تلبسي فستان ابيض بلا فستان ابيض بلا بلود بدي البس اخضر انا كعروسه بدك تلبسي فستان جولد انا شو ما عملتي بالبال حبيبتي بس عن جد عن جد عندي هلا عن جد يعني اونستلي اي نيد تو تيك ماي تايم بنفس الوقت اي هاف ماني بروجكت صراحه توب برايورتي خليني اخلصهم هيك ريح بس كده بتعرفوا قريبا شو الاسباب وبعدين ان شاء الله من باذن الله بس شيء ماشي قربت طيب خبرينا هلا تصوير ماشي سموزلي ماشي الحال الحمد لله الحمد لله التصوير بجنن المسلسل كثير حلو صراحه قاسي بس حلو يعني حضروا الكينكس في جوائز بجوي اووردز ولا رح تزقفي ولا مين؟ لا انا اليوم جاي زقف وجاي افرح للكل وان شاء الله يا رب الكل يعني كل حدا بيستاهل ياخذ الجائزه بتعقدي نادين ثانك يو سو ماتش ميرسي بنقولها لام تي في 1 تي في بقول لكم اي لاف يو بوث 1 تي في اند ام تي في ثانك يو تشاو باي بالاغاني ما انا